الرئيس السيسي يعلن انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة وقف الحرب الجارية بغزة ويحذر من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية. مصدر مصري رفيع المستوى يؤكد أن مصر تكثف اتصالاتها مع كل الأطراف لإيجاد وسيلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. السادسة صباحا والرابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة بتأتي حضراتكم من القاهرة، بدايتها مع الزميلة ناردين حبيب. أهلا بك ناردين. أهلا بك سارة، أهلا بكم مشاهدينا. والبداية من فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية مصر 2024. على بركة الله واسمحوا لي أن أعلن افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية، وأتمنى لكم جميعا التوفيق. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. كان الرئيس السيسي قد شهد فعاليات افتتاح البطولة وانطلاق أولى منافستها، وتقام البطولة في نسختها الأولى وتنظمها القوات المسلحة برعاية الرئيس السيسي، والتي تأتي بالتزامن مع الذكرى 42 لعيد تحرير سيناء. ويشارك في البطولة 11 دولة عربية، من بينها السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، الجزائر، تونس، الأردن وليبيا. أكد الرئيس السيسي أن العاصمة الإدارية كانت حلما منذ سنوات وأصبحت اليوم واقعا، وخلال كلمته للإعلان عن انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية وجه الرئيس السيسي الشكر لكل القائمين على تأسيس هذا الصرح بكل ما يشمله من منشآت هامة. اسمحوا لي في البداية أن أنا أرحب بكم جميعا من هنا، من مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، ضيوفنا أعزاء في وطنكم الثاني مصر، متمنيا لكم جميعا التوفيق. واسمحوا لي أن أنا قبل ما أبدأ ويعني أطلق الافتتاح أن أقول لكم أن احنا من سنوات قليلة مضت كان المكان اللي موجود اللي احنا موجودين فيه ده كانت ارض فاضيه خالص، وكان حلمنا ان احنا يبقى عندنا يعني منشآت رياضيه تليق بمصر وبمكانتها وبشعبها، وكان حلم. والحمد لله رب العالمين خلال يمكن 5 سنين بقى موجود كل المنشآت اللي احنا بنحلم بيها لمدينه اولمبيه ممكن يعني يتم فيها تنظيم كل البطولات والمسابقات الدولية طبقا لكل المعايير بتاعة الاتحادات المختلفة. احنا بنتكلم مش بس على هنا الفروسية النهاردة، لا، احنا بنتكلم كل المسابقات، كل الرياضيات المطلوبة موجود لها منشآت تليق بهذه المسابقات على المستوى الدولي. مش عايز اطيل عليكم، بهني مصر وبهني شعبها وبهني انفسنا، وكمان بهني اشقائنا العرب على ان احنا يعني يبقى لدينا في بلادنا العربيه منشآت رياضيه تليق بشعوبنا. يعني برحب بكل الوفود العربيه مره تانية، بشكركم على حضوركم واتمنى لكم التوفيق في بلدكم هنا في مصر. احنا سعداء بوجودكم معانا، ونتمنى ان انتم مش بس على قد حتى فعاليات البطولة، ولكن أيضا يكون من ضمن التنظيم فرصة إن احنا نعطي أشقائنا فرصة لأن هم يشوفوا جزء من اللي احنا
على الأقل في العاصمة وبعض المقاصد الأخرى. مرة تانية برحب بكم وبشكر كل اللي ساهم في إخراج المنشآت ديت والمدينة ديت وغيره وغيره في قد اللي احنا بنتكلم فيه ده، منشآت ضخمة في كل مكان. فبشكر اللي عمل كده وبهنيه على النجاح، وانا بتكلم على الشركات المصريه وبتكلم على المسؤولين المصريين هم اللي عملوا ده بفضل الله سبحانه وتعالى. ف على بركه الله، واسمحوا لي ان انا اعلن افتتاح البطوله العربيه العسكريه للفروسيه، واتمنى لكم جميعا التوفيق. تفقد رئيس عبد الفتاح السيسي متحف الجواد العربي المصري المصغر، وذلك على هامش فعاليات افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. واستمع الرئيس السيسي إلى شرح حول المتحف الذي يضم أقساما، الأول هو الفروسية في عصر محمد علي باشا ودورهم في تنسيب الخيول والوصول إلى أصل أنسال الخيول. كما شاهد الرئيس السيسي مجموعة من اللوحات الفنية لفنانين فرنسيين لتوثيق فترة الخيل في عصر محمد علي باشا، بالإضافة إلى عدد من المراجع التي تتحدث عن الشخصيات البارزة التي كانت موجودة في عهد أسرة محمد علي باشا، وأهمهم عباس حلمي الأول وابنه إلهامي. أما القسم الثاني من المتحف فيتحدث عن تاريخ الخيل العربي المصري ودخولهم إلى مصر في عصر الدولة الوسطى. قد شهدت فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية استعدادات كبيرة لإقامتها بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية. نتابع. We'll be right back.
قبل الزمان بزمن هنا بدأت حكايه ناس عملوا حضاره تاريخ كبير للانسانيه اساس. وادي النهارده بشوق بيبصوا لينا فوق شوفوا البلد ازاي عظيمه وكل يوم انجاز. فاتحين بابنا لكل احبابنا اهلا بالفرسان شرق وغرب اوروبي وعربي ناس من كل مكان. مش مهم مين اللي ياخد البطوله دي كله هنا بيتحدى وكله في الاخر كسبان. ده كفايه هنا لمتنا الحلوه لا والاحلى كمان انها ادخل هنا بأمان. عيش مصر حالة وروح وناس معدنها ليك بيبان. الكل جاي مبسوط وكل شيء مظبوط أهلا وسهلا بيك في مصر شرفت أحلى مكان. فاتحين بابنا لكل أحبابنا أهلا بالفرسان شرق وغرب أوروبي وعربي ناس من كل مكان. مش مهم مين اللي ياخد البطولة دي كله هنا بيتحدى وكله في الآخر كسبان. ده كفاية هنا لمتنا الحلوة لا والأحلى كمان إنها أرض مصر جاية هتبتدي. كان نادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة قد أنهى استعداداته لإقامة فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية تحت رعاية رئيس الجمهورية. العاصمة الإدارية الجديدة هي رؤية طموحة لمستقبل أفضل لمصر تمتزج فيها الأصالة بالمعاصرة. حجم إنجاز كبير بدا حلما قبل 9 سنوات، لكن إرادة التحدي والبناء حول الحلم إلى حقيقة. هي تجسيد لإرادة المصريين في البناء والتنمية ورمز للجمهورية الجديدة. مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة صرح رياضي عالمي يعبر عن اهتمام مصر بالرياضة وتسخير الإمكانات لإنجاح البطولات العالمية التي تحتضنها المدينة. تضم منشآت رياضية وترفيهية وخدمية متكاملة هي على أتم الاستعداد لاستضافة كافة الفعاليات الرياضية العالمية. داخل نادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية تجري الاستعدادات لاستضافة البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 24 حتى 27 من أبريل. يضم نادي الفروسية ملاعب ذات مقاييس عالمية واسطبلات لإيواء الخيول مع خدمة بيطرية متكاملة. إضافة إلى التجهيزات التنظيمية التي تضمن نجاح البطولات المقام عليها. تشهد البطولة أجواء تنظيمية رائعة توفر للفرسان من مختلف الدول العربية البيئة التنافسية في مدينة رياضية متكاملة الخدمات والمرافق مستعدة دائما لاستضافة كافة الفعاليات الرياضية الدولية.
تعد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية هي أول وأكبر مدينة أولمبية متكاملة داخل مصر، كما تم إنشاؤها وفقا لأعلى المواصفات العالمية لاستضافة أكبر البطولات والفعاليات الدولية. شدد الرئيس السيسي على ضرورة وقف الحرب الجارية في قطاع غزة، وخلال اتصال تلقاه من رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، حذر الرئيس السيسي من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية بما ستسفر عنه من تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع، وكذا على السلم والأمن الإقليميين، ومؤكدا أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة. وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية بما يتفق مع الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار الإقليمي من خلال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية. وقد توافق الجانبان على أهمية العمل بشكل عاجل للوصول إلى وقف لإطلاق النار ولضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى كل مناطق قطاع غزة لحمايته من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، مع التشديد على ضرورة التحرك نحو إنفاذ حل دولتين بما يسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي وإرساء الأمن والسلم في المنطقة. أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن مصر تكثف اتصالاتها مع كل الأطراف لإيجاد وسيلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أكد المصدر أن كل الاتصالات التي تجريها مصر الغرض منها وقف الحرب في غزة والحيلولة دون امتدادها إقليميا.
شدد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على موقف مصر الثابت والقاطع من الرفض التام للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للوصول لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس النواب البحريني والوفد المرافق له بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شدد جبالي على حرص مصر الكامل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما أكد على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والتنسيق والتشاور بين مجلس النواب المصري ومجلس النواب البحريني في كافة المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية حيال القضايا محل الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب رئيس مجلس النواب البحريني عن اعتزازه وتقديره لعمق العلاقات بين مملكة البحرين ومصر والممتدة عبر آلاف السنين، كما أشاد بالدور المصري الرائد عربيا، مؤكدا على أن مملكة البحرين تعتبر مصر هي العمق الاستراتيجي وبيت العرب وقوته والامتداد القومي. أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتطورات الحالية في العلاقات الثنائية شديدة التميز بين القاهرة والمنامة، مؤكدا أن هذه العلاقات تحظى باهتمام بالغ من قيادتي البلدين. جاء ذلك خلال استقبال مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين والوفد المرافق له، حيث أكد مدبولي دعم مصر الكامل لجهود استضافة البحرين للقمة العربية 33 والمقررة في شهر مايو 2024. كما أكد مدبولي ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة الراهنة في قطاع غزة، ومؤكدا أن الدولة بأجهزتها المختلفة تعمل من أجل تكثيف جهود الوساطة بهدف التوصل لحل للأزمة، ومشيرا إلى أنه لولا هذه الجهود لازداد الوضع سوءا في قطاع غزة. من جانبه أشاد رئيس مجلس النواب البحريني بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤكدا أنها تم بناؤها في وقت قياسي. ضمن تطوير القدرات العسكرية لمصر، تم إنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية والتي افتتحها الرئيس السيسي في يوليو 2017، حيث تم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة لتحل خلفا للمدينة العسكرية بمنطقة الحمام التي تم إنشاؤها عام 1993. المزيد نتابعه بتقنية الواقع المعزز مع الزميل هشام عبد التواب. على أسس راسخة ترتكز القدرة العسكرية المصرية، تأتي في مقدمتها العقيدة العسكرية التي يؤمن بها كل فرد بالقوات المسلحة، إما النصر وإما الشهادة، مع امتلاك منظومات تكنولوجية متقدمة في مجال التسليح والتدريب والتأمين تجعلها تحتفظ بأرقى مستويات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ أي مهمة تكلف بها لحماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وتعد قاعدة محمد نجيب العسكرية إنجازا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة كما ونوعا، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو عام 2017، حيث تم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة لتحل خلفا للمدينة العسكرية بمنطقة الحمام التي تم إنشاؤها عام 1993. وعملت القوات المسلحة على دعم القاعدة بوحدات إدارية وفنية جديدة، وإعادة تمركز عدد من الوحدات التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية بداخلها، بما يعزز من قدرتها على تأمين المناطق الحيوية بنطاق مسؤوليتها غرب مدينة الإسكندرية ومنطقة الساحل الشمالي، والتي من بينها محطة الضبعة النووية وحقول البترول وميناء مرسى الحمراء ومدينة العلمين الجديدة وغيرها. تضم القاعدة 1155 مبنى ومنشأة، ويوجد بها 72 ميدانا متكاملا شمل مجمعا لميادين التدريب التخصصي وميادين رماية الأسلحة الصغيرة ومجمعا لميادين رماية التكتيكية الإلكترونية باستخدام أحدث نظم ومقلدات الرماية، كذلك تطوير ورفع كفاءة وتوسعة منطقة الإنزال البحري بمنطقة العميد.
وتشتمل الإنشاءات إعادة تمركز فوج لنقل الدبابات يسع نحو 451 ناقلة حديثة لنقل الدبابات الثقيلة من منطقة العامرية، كذلك إعادة تمركز وحدات أخرى من منطقة كينج ماريوت ليكتمل الكيان العسكري داخل القاعدة. وامتد التطوير الإداري بقاعدة محمد نجيب ليشمل إنشاء المدينة السكنية المخصصة للتدريبات المشتركة، منها استراحات مخصصة لكبار القادة وعمارات مخصصة للضباط وضباط الصف ومبنيان مجهزان للجنود بطاقة 1000 فرد. كما تم رفع كفاءة وتطوير مستشفى الحمام العسكري لتكون بطاقة 50 سريرا، وتم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وتم إنشاء معمل وعيادة طبية بيطرية. وامتدت الإنشاءات الحديثة داخل القاعدة لتشمل قاعة للمؤتمرات متعددة الأغراض تسع لأكثر من 1600 فرد، ملحق بها مسرح مجهز بأحدث التقنيات ومركز للمباريات الحربية، كذلك إنشاء مسجد يسع لأكثر من 2000 مصلى. كما تم إنشاء قرية رياضية تضم صالة رياضية مغطاة وملعبا أولمبيا لكرة القدم وناديا للضباط وآخر لضباط الصف، مجهزين بحمام سباحة وستة ملاعب مفتوحة وملاعب لكرة السلة والطائرة واليد. مشاهدينا، كان هذا عرضا موجزا حول قاعدة محمد نجيب العسكرية، والتي تؤكد أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة في مواصلة مسيرة التطوير والتحديث لمنظوماتها القتالية والاهتمام ببناء الفرد المقاتل وتطوير أدائه وقدرته على الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفين بها للدفاع عن الوطن. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، يكثف منفذ رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات للأشقاء في قطاع غزة ولعبور المصابين والعالقين. أفاد مراسلنا بإدخال 165 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم الأربعاء 24 من أبريل، بالإضافة إلى إدخال 4 شاحنات غاز وشاحنتي سولار إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح. كما استقبل منفذ رفح 18 مصابا فلسطينيا و30 مرافقا. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون الأمن القومي الأمريكي لتقديم المساعدات لأوكرانيا، وقال بايدن إن نقل المساعدات سيبدأ في غضون الساعات القليلة المقبلة، واصفا تلك الخطوة بأنها تعزز مصلحة الأمن القومي الأمريكي. ومن جهة أخرى، وقع الرئيس الأمريكي مشروع قانون حظر تطبيق تيك توك ليصبح قانونا. يأتي الدعم الغربي لكييف بعد مطالبات عدة من المسؤولين الأوكرانيين بتكثيف الإمدادات العسكرية لبلادهم لصد الهجمات الروسية على جبهات القتال، والمزيد في العرض التالي مع الزميل كريم الخولي. أهلا بكم. بما يمكن أن يمثل انفراجة كبيرة بالنسبة لكييف، بدأ الحلفاء الغربيون في اعتماد مجموعة جديدة من حزمة المساعدات التي طالبت بالكثير منها أوكرانيا منذ فترة ليست بالقصيرة. ويتوزع الدعم الغربي لأوكرانيا بين مساعدات مالية وأخرى متعلقة بالإنفاق العسكري
وجزء أخير خاص بالمساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق الأكثر تضرراً واحتياجاً في الداخل الأوكراني. ورغم استمرار المساعدات المالية وتلك المتعلقة بالشؤون الإنسانية، إلا أن الدعم العسكري قد شهد نوعاً من التباطؤ منذ أغسطس الماضي. وكانت كييف قد أوضحت أن ميزانياتها المخصصة للدفاع هذا العام تبلغ 40 مليار دولار، يتوزع 34 ملياراً منها على الأجور والوقود وتكاليف التشغيل، فيما تبقى نحو 6 مليارات فقط لشراء الأسلحة والذخائر. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كان قد ألح في طلب المزيد من الدعم العسكري، مؤكداً حاجة بلاده لسبع بطاريات باتريوت، إضافة على الأقل لحماية مدنها ومراكزها الاقتصادية من الهجمات الروسية التي بدأت مؤخراً في استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. بريطانيا قررت تخصيص مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون جنيه استرليني، مما يرفع دعم لندن لكييف خلال العام 2024-2025 إلى نحو 3 مليارات جنيه استرليني. هذه الدفعة من الدعم البريطاني سيتم استخدامها لتوفير ما يقرب من 4 ملايين طلقة ذخيرة من أعيرة صغيرة بشكل عاجل، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار سيتم شراؤها من لندن، كما ستتضمن هذه الحزمة 60 زورقا وأكثر من 1600 صاروخ، بينها خصوصا صواريخ للدفاع الجوي وصواريخ كروز من طراز ستورم شادو. وبما يمكن وصفه بالجائزة الكبرى التي انتظرتها أوكرانيا طويلا، وافق أخيرا الكونغرس الأمريكي على حزمة للدعم العسكري والاقتصادي لكييف بنحو 61 مليار دولار. هذه الحزمة التي بالإضافة إلى ضخامتها فإنها ستشجع كثيرا من أعضاء الاتحاد الأوروبي على العودة لسخائهم الأول في مساندة أوكرانيا في مواجهة روسيا. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا حول آخر تطورات الدعم الغربي لأوكرانيا. شكرا لكم على طيب المتابعة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام نشرة السادسة، وهذا تذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يعلن انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة وقف الحرب الجارية بغزة ويحذر من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية. مصدر مصري رفيع المستوى يؤكد أن مصر تكثف اتصالاتها مع كل الأطراف لإيجاد وسيلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ولمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو آر كود الظاهر على الشاشة. تقبلوا تحيات زميلتي سارة عبدالله، وهذه تحياتي. دمتم في أمان الله.